جسد السادات استراتيجية التعالي. هكذا لخص كيسنجر حياة السادات وسياساته وتحدياته. جمع السادات بين سمتين مهمتين، الأولى القيم الأخلاقية والإنسانية التي أخذها في الاعتبار وهو يصنع سياساته، الثانية استعداده للمغامرة لتحقيق أهداف تبدو مستحيلة. نطبق ذلك على عملية السلام. كانت فكرة السلام لدى السادات هدفا إنسانيا مطلقا، في الوقت نفسه كانت جزءا من تكوينه الإنساني. حسب كيسنجر تجاوز السادات نمط الأيديولوجية العربية وصنع سلاما مع إسرائيل. استعرض كيسنجر صعود السادات وأيديولوجية السادات القومية وإرادة السادات الفولاذية ومبادرة السادات الجريئة. حسب كيسنجر أيضا أن السادات خطط ونفذ أجندة دبلوماسية وعسكرية أدت إلى استعادة سيناء، وأسس تحالفا بين مصر والولايات المتحدة، وأطلق واقعا جديدا في الشرق الأوسط باتفاقيات كامب ديفيد. كتب عنه كيسنجر قائلا: بمزيج بارع من الاستراتيجية العسكرية والدبلوماسية استطاع السادات استرداد أرض مصر المحتلة. استرد أيضا ثقة مصر في نفسها بعد هزيمة يونيو 67، وضمن سلاما مع إسرائيل قائما على فلسفة متعالية على الوضع الراهن في ذلك الوقت. كل ده جعل سنوات حكم السادات قصيرة ولكنها مذهلة في سجلات التاريخ.